شتتهم شبح الموت وجمعتهم المعاناة في مدارس وبيوت الغير. النازحون يعيشون تفاصيل مرعبة وقاسية تختفي وراء صورة الكلية لمعاناتهم وألمهم جراء العدوان السعودي الذي دمر منازلهم بالكامل. الأطفال عايشين في رعب، حتى من النوم يفزعوا من النوم، يكونوا نايمين يفزعوا من النوم خايفين، حتى لو ما يسمع صوت مطر، حتى لو سمع صوت مطر يسد أذانه ويقول هذه طائرة، خايفين عايشين في رعب. لكن الحمد لله رغم هذا كله الحمد لله عايشين وإن شاء الله صامدين. قناة اليمن اليوم زارت النازحين في أماكن تواجدهم واطلعت على معاناة الكثير منهم واستمعت إلى قصصهم المؤلمة منذ خروجهم من بيوتهم في رحلة رافقتها مشاهد الموت والمخاطر وصولا إلى المعاناة الكبرى التي تمثلت في العيش بأماكن لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة. صح نزحنا من بيوتنا، صح خرجنا، بس عزيمتنا ما زالت لن تهتز، رجالنا ما زالت عزيمتهم قوية. سندافع عن أرضنا، سندافع عن وطننا، لن نسمح لليهود والنصارى والاتحاد السعودي الأمريكي، لن نسمح لهم بتدمير بلادنا، لن نسمح لهم بمزيد من تشريد أولادنا وسفك دماء رجالنا وأوطاننا. أحمد البالغ من العمر 9 سنوات من نازحي نقم يحكي قصة ضياعه عن أسرته التي طالت 3 أيام بعد انفجار القنبلة الفراغية بجبل نقم جراء القصف الهستيري للعدوان السعودي وهروب أسرته وخوفها عليه. فجأة ما نسمع إلا القارع، أنا مش أنا داري أعيش، أجي بعدين ضربوا، أنا تخيمني إني عادي جالسة في البيت، أجي أبصر إني ما بش حد، وبعدين القارع الكبير ضرب داخل، أنا ضربت أرض الجد ودوخت، بعدين جاء واحد صاحبي بسرني وسايري صلاح الزيز وهذيك البقعة عيب زخوته، بزاني معه أخذ جلست يوما مش أنا داري عين أمي وين أهلي. النازحون يعيشون ظروفا صعبة وغية في التعقيد، وها هو محمد أحد الأطفال النازحين يقول شاءت الأقدار أن يتحول حلمي إلى كابوس وأن أعيش مرارة الحرمان، وأتمنى أن أعيش في منزلي بأمان وسلام. أنا كنت هناك موجود داخل الحارة جالس ألعب، بعدين حصل شوية الانفجار كده حصل، تعورت أنا، قصرت كان أمشي وأصيح، بعدين واحد سعفنا